الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم ورؤية الجواهر والمجوهرات في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوا نش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عن رؤية الجواهر والمجوهرات للإمامين العليمين ابن النابلسي وابن سيرين رحمهم الله. أكد الشيخ النابلسي أن تفسير رؤية الجواهر في الحلم يتوقف على معرفة إن كانت أصلية أو مقلدة، كما أكد أن رؤية الجواهر في المنام رمز للجاه والسلطة. حلم المجوهرات والجواهر رؤية محمودة تبشر بالخير. من يحلم بجوهرة مقلدة وغير أصلية فهي دلالة على أن الرأي لا يهتم بجواهر الأمور، بل ينظر لها بطريقة سطحية، وهي تحذير له أن يهتم ويرى جواهر الأمور في حياته الشخصية والعملية. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله أنه من يحلم بجوهرة سحرية في منامه هي دلالة قاطعة على مروره بأزمة شديدة يحاول حلها، ولكنه يعجز عن ذلك وتتفاقم الأزمة وتزداد. رؤية المجوهرات الحقيقية للرأي في منامها تشير إلى أنه سوف يتولى منصب هام. من يرى جوهرة بيضاء في المنام تدل على حصوله على ترقية كبيرة في العمل. أما رؤية الجوهرة الحمراء تدل على أن ابن الرائي أو الرائية سيحصل على مركز مرموق في المستقبل. رؤية البنت العزباء إلى جوهرة كبيرة تشير إلى المستقبل الباهر لها. ربما تدل الأحداث السعيدة عندما تحلم برؤية جوهرة مميزة وغالية الثمن في المنام، هي دلالة على الزواج من شخص مميز. رؤية المجوهرات في منام المرأة المتزوجة تشير إلى الأحلام والطموحات من الناحية المادية لها، وأنها سوف تحقق ما تريد. كما ترمز المجوهرات لأيام سعيدة ومليئة بالأفراح. رؤية مجوهرات جميلة في الحلم تدل على البنات للرائية. أما من ترى جوهرة واحدة وكانت كبيرة الحجم فهي دليل على حصول الزوج على مركز مرموق. المجوهرات في منام الحامل إشارة إلى الخير وتحقيق الأمنيات. رؤية جوهرة مميزة تدل على ولادة أنثى. عندما يحلم الشخص بضياع جوهرة في المنام فهي تشير إلى ضياع فرصة كبيرة وهمة من الرأي، ولم تأتي له كرة أخرى. أما من يحلم بسرقة المجوهرات في المنام فهي دليل على فقدان الثقة في شخص قريب منه. من يرى أن شخصا ميت أهدى مجوهرات في المنام هي دلالة على حصول الرأي على خير كثير، ربما يكون ميراث. رؤية الميت يرتدي ألماس ومجوهرات دليل على شعوره بالراحة والأمانة. تنسوناش أخوانا بلايك وشير، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.